وعودة إلى أسبوع جايتكس للتقنية، حيث يشارك في فعاليات الدورة الجديدة نحو 80% من أبرز شركات تقنية المعلومات وأهمها في العالم، وبحضور ما يزيد عن 130 ألف زائر متخصص من 150 بلدا. ويأتي تنظيم هذا الحدث في ظل زيادة متوقعة قدرها 5.5% في حجم سوق تقنية المعلومات المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى 192 مليارا و900 مليون دولار. ومن المقرر أن يوسع أسبوع جايتكس للتقنية هذا العام قدرته على الاحتفاء بالابتكار ودعم المواهب المحلية من خلال فعالية جوائز الحوسبة السحابية. وعلى هامش فعاليات المعرض، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال اليوم الأول لهذا الحدث العالمي عن نموذج التاكسي الذي يتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من هذه التكاسي ستطرح نهاية هذا العام. اليوم نسينا نتكلم عن مجموعة كثيرة من الخدمات صراحة تخلي النقل أو التنقل يكون أذكى في إمارة دبي، من بينها طبعا مجموعة من الخدمات اللي تشكل خدمة اللي سميناها التاكسي الذكي. فبنتكلم عن بعض الخدمات اللي هي تميز التاكسي الذكي عن التكاسي اللي موجودة حاليا في الشوارع. أولها طبعا اللوحة الإلكترونية هذه اللي هي هدفها طبعا أن توضح للمتعامل عن بعد شو وضعية التاكسي، هل هو شاغر، هل هو مشغول، هل هو محجوز متجه إلى متعامل، فبالتالي هذه تسهل عملية التواصل بين التاكسي وبين المتعامل. في عملية الرحلة نفسها طبعا أول شيء بيكون بداية المتعامل لازم يحجز تاكسي، فنحن الآن عندنا خدمة بتكون متوفرة على الموبايل، خدمة حجز التاكسي موجودة على الموبايل. لما يفتحها المتعامل ما عليه إلا أنه يهز التليفون هذا، وهذه ميزة أيضا يعني موجودة، ما في داعي يدخل ويضغط على أزرار، مجرد ما يفتح الابليكيشن ويهز التليفون ماله مباشرة يبين له شو التكاسي اللي موجودة أو أقرب تاكسي موجود في المنطقة اللي هو موجود فيها. فبرجي كذلك إذا هو ماسك الموبايل يراوي أيضا كيف التاكسي هذا يالس تدريجيا يقترب من موقفه، من يوصل التاكسي إلى موقف إلى المتعامل تطلع له على الموبايل صورة السائق وكذلك معلومات عن التاكسي مثل رقم التاكسي ورقم اللوحة وغيرها. فالآن طبعا تمت عملية الحجز. لو تخيل معي الآن المتعامل ركب في التاكسي، لما يركب في التاكسي أيضا في خدمات ذكية بتكون موجودة للمتعامل وهو داخل التاكسي، أهمها طال عمرك هذه الشاشة الذكية. أيضا أولا طبعا كافة التكاسي بتكون فيها خدمة الواي فاي أو الإنترنت موجودة، وكذلك هذا الجهاز موصل على الإنترنت. الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، على سبيل المثال لو ناخذ سيناريو واحد متجه إلى المطار وتذكر أنه ناسي أنه في البيت يعمل أونلاين تشيكن، فبالتالي الآن ممكن هو يالس في التاكسي إلى أن يوصل المطار يضغط على الزر هذا اللي موقع طيران الإمارات على شبكة الإنترنت ويدخل رقم الحجز ماله ويعمل أونلاين تشيكينج. كذلك إذا هو أيضا متجه إلى المطار يستقبل حد من المطار يبي يعرف إذا الطيارة وصلت ولا ما وصلت، أيضا يضغط على الفلايت انفورميشن ويبين له أيضا كل الطيارات اللي الآن نزلت أو بتنزل في المطار ومواقيتها. كذلك في معلومات عن الفعاليات في دبي، عن الفنادق وغيره، فخدمة متميزة كذلك للسياح.